مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ على اليوتيوب والفيسبوك والميديا الإعلامية أقدم لكم هذه الحلقة. الحلقة دي يا جماعة مميزة، هنكشف فيها فجور النظام الحاكم، هنكشف فيها فساد واستبداد متخطط له وتخطط له، هنكشف فساد مستقبلي يتم الإعداد ليه. لقيتنا النهاردة هتشمل حقائق كتير، هنتكلم عن الدستور، هنتكلم على دعوة ان مفيش حد ينفع رئيس للدولة غير اللي موجود حاليا، وهنتكلم عن الفساد القائم والذي تحافظ الدولة على وجوده دائما. ياريت تستنونا لنهاية الحلقة، أنا حاول بقدر الإمكان ما طولش عليكم، لكن النهاردة هنتكلم ومعانا مستندات. حقيقة اللي حاصل من أني أبص ألاقي شخص زي الدكتور شريف حافظ مازال معتقل من 21/6/2018 للنهاردة وما نعرفش مكانه فين، ده بيخلينا نتساءل احنا عايشين فين، عشان واحد زي معصوم مرزوقي يحصل برضو انه يعتقل عشان ابدى رأي معين، ده يخلينا برضو نقول في ايه، عشان صحفيين كبار يقعدوا في البيت عشان بيقولوا كلمة الحق سواء في التلفزيون او في الميديا، ده يخلينا نتساءل احنا عايشين فين، عشان يكون في انسان زي جرجس برومي بريء وكذا تقرير قالوا انه بريء والاقباط كلهم بالطول بالعرض طالبوا بانه يتم الافراج عنه ولم يتم اليوم، واصرار الحكومة على ان ده بالذات لازم يبقى في السجن، ده بيخلينا نفكر احنا عايشين فين وايه شكل الحكومة اللي احنا عايشين معاها وشكلها ايه وناوية على ايه وبتخطط لايه. نيجي نشوف اللعبة اللي بتحصل اليومين دول، لعبة الدستور. والحقيقة في حاجات كده مقرفة، يعني في حاجات كده ريحتها مش حلوة، عشان يطلع حد كده شوية شباب عبيط، حتى هم بيتكلموا شكلهم عبيط، طبعا مؤجرين من الأمن ومؤجرين من الحكومة، يقول لك أصل الشعب بيطلب بده، الشعب بيطلب من خلالك أنت يا فافي ومن خلال غيرك أن الدستور يتعدل، والشعب هيطلب الدستور يتعدل ليه؟ عشان إيه؟ عشان يمددوا فترة الرئيس. طب هو شافوا الشعب شاف من رئيس إيه خير في الفترة اللي عدت يعني؟ يعني هل مثلا الشعب شاف في نهضة؟ هل مثلا الشعب نفسه لقى مثلا في مرتبات زيادة والعيشة بقت حلوة وبقت سهلة وبقت الحاجة رخيصة وبيشتروها والواحد بيقدر يتجوز بنته بكل سهولة؟ هل مثلا الشعب شاف ان مفيش اطفال شوارع وان كل الناس عايشة تمام وزي الفل عشان كده يطالبوا بتجديد للرئيس مثلا مرة تانية او تمديد فترة الرئيس؟ هل الشعب مثلا شاف في امن وفي امان ومفيش اغتصاب للحقوق ومفيش ازدراء للأديان ومفيش اغتصاب للبنات ومفيش خطف للبنات عشان كده هيعوزوا مثلا يجددوا للرئيس؟ ده احنا اثناء فترة قيام الثورة لما ما كانش فيه لا جيش ولا شرطة وكان كله متسرح ما بيحصلش الارهاب اللي بيحصل اليومين دول. ايام الثورة لما كانت الشرطة مستخبية ما كانش بيحصل خطف بنات، ده دلوقتي في وجود الشرطة بمؤازرة الشرطة بيحصل خطف بنات وبيحصل سرقة وبيحصل اختطاف وبيحصل سرقة أعضاء. الغبي اللي بيقول إن الشعب هو اللي بيطلب ده، الشعب بناء على طلب الشعب، هو الشعب عامل له توكيل مثلا؟ الشعب عامل له توكيل؟ ده مجلس الشعب نفسه في هذه الحقبة اللي احنا عايشين فيها أصبح مجلس تشريعي لا هم له إلا الموافقة على كل ما تقره الرئاسة، كل ما تقره الرئاسة أو تريده الحكومة مجلس الشعب بيقول أمين. ده أنتوا في أصعب حالات تدهور الديمقراطية في تاريخ مصر، في تاريخ مصر بطولها وبعرضها. يعني أيام الملك كان مجلس الشعب
بيقيل الحكومة. مجلس الشعب يقيل الحكومة، ومجلس الشعب هو اللي بيشكل الحكومة. تفوز حكومة سعد زغلول، سعد زغلول يمسك الحكومة. يفوز الحزب بتاع سعد زغلول، سعد زغلول يمسك الحكومة. يفوز الحزب بتاع النحاس باشا، النحاس باشا يشكل الحكومة. والملك ما عليه إلا إنه ماسك ختم فرمان لما تصدره الحكومة. لكن البرلمان هو من يقيل الحكومة بإجماع الآراء. البرلمان دلوقتي وبقدرة قادر تحول إلى مجلس بلاليص. مجلس بلاليص لا هم له إلا أن يقول آمين لكل قرار يصدر من الحكومة. آمين. وأبسطها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، اللي هم مصريتين من قبل أن تولد الجزيرة العربية ومن قبل أن تسمى الجزيرة العربية. جزيرتين مصريتين طول عمرهم مصريتين، تيران وصنافير. والمجلس عشان الحكومة عايزة كده قرر وباع البلد وضاع البلد، وتم التنازل لأول مرة في تاريخ مصر عن جزء أصيل من أرض ووطن مصر. ويبدو إننا احنا أصبنا بعاهة إن وراء كل ثورة ووراء كل انقلاب يتم التنازل عن الأرض. يعني بعد 52 تم التنازل عن السودان. احنا كان ملك مصر هو ملك مصر والسودان، ملك مصر والسودان. ده الإنجليز حبوا يخرجوا من مصر بحيث تنفصل السودان عن مصر. رفضت الحكومة، قالت لك السودان جزء لا يتجزأ من مصر، وملك مصر هو ملك مصر والسودان. على بساط بسيط جدا تنازل جمال عبد الناصر عن السودان. وهكذا توالت تناقصات في الأرض المصرية، الأرض المصرية اللي كانت حدودها بتصل إلى نجد في السعودية. يعني حدود مصر اللي كانت بتوصل لجنوب السودان كانت بتمتد لحدود نجد في السعودية، وأراضي من السعودية هي جزء من أرض مصر. ابتدى التنازل من بعد الثورة الأولى، ويبدو أنه ده مصير كل ثورة وكل انقلاب، أنه يتم التنازل عن جزء من الأرض. وطبعا ماما قالت لي وخالتي قالت لي وستي قالت لي الكلام ده في الأمور السياسية ما ينفعش. ده بالنسبة للي بيقول لي الشعب عايز، الشعب شاف ايه؟ الشعب شارب المر. الشعب لو بني آدم اتكلم كلمة ضد النظام أو نقد للنظام بيتشال. سطرين على الفيسبوك الأستاذ شريف حافظ ما نعرفوش فين. الأستاذ الدكتور شريف حافظ المحترم ما نعرفوش فين من 21/6. معصوم المرزوقي نفس الكلام. على رأي ما بيقول لك، قال لك حتى اللي بيحاول يترشح سلميا للرئاسة يا يكون أهبل، إن ما كانش أهبل طبعا عارفين أهبل زي مين. لو ما كانش أهبل وفعلا يبقى مكانه يا إما يغتال يا إما تحديد إقامة في فندق يا إما يتسجن، زي ما حاصل مع ناس كتير اتسجنت. يعني عندنا أحمد شفيق دلوقتي قاعد في فندق ولا حد سمع له تصريح، حد يقول لي ده بمزاجه؟ لا طبعا، أحمد شفيق مش بمزاجه. أحمد شفيق، أحمد كنسوة اتسجن. سامي عنان أخد حكم. معصوم مرزوق، دكتور شريف حافظ، وطابور طويل من صحفيين ونشطاء كلهم في السجون لا تعلمونهم، تعلمهم الجهات المعنية، تعلمهم منظمات حقوق الإنسان بالاسم وباليوم ويوم الاختفاء. ده بالنسبة للي يقول لي الشعب عايز تجديد الدستور. نيجي بقى للرئيس. طيب يا سيادة الرئيس، سيادتك عايز تعديل للدستور ايه؟ حضرتك سيادة الرئيس سيسي الرئيس الوحيد إلا بلا برنامج، ما قدمت لناش برنامج. جايز البعض يرى ان الرئيس السيسي رئيس صالح لفترة انتقالية، اللي هي بفترة ما بعد 30 يونيو ماشي، رئيس لفترة انتقالية. سيادة الرئيس السيسي، حضرتك قلت انك انت راجل ما بتفهمش في السياسة، حضرتك راجل مش سياسي، احنا محتاجين راجل سياسي، مصر محتاجة رئيس بيفهم في السياسة. حضرتك برنامجك الوحيد اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي معروف
هو اعمل لكم ايه، اجيب لكم منين، في 20 مليون طفل بيتولد اعمل لهم ايه، محتاجين 20 ألف مدرسة اجيب لهم منين. حضرتك مش عارف تجيب لهم منين، حضرتك كل اسئلتك تدل على انك انت ما عندكش حل. انتوا ما تعرفوش انكم فقراء قوي قوي قوي؟ طب احنا فقراء قوي قوي قوي، بتصرف ليه حضرتك كتير قوي قوي قوي؟ يعني رايح حضرتك تبني عاصمة إدارية كبيرة قوي 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 ليه؟ رايح حضرتك تشتري رافال كبيرة قوي قوي ليه؟ رايح حضرتك تصرف على غواصات بفلوس كتيرة قوي قوي ليه؟ لما احنا فقراء قوي 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 بنصرف ليه كتير قوي 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 قوي؟ معلش حضرتك، اصل احنا وصلت معانا للاخر يعني. حضرتك قلت ادوني سنتين، ادالك السنتين وبدل السنتين بقوا 4، وبعد كده بعد الـ4 اكتشفنا ان احنا عندنا عدد سكان. هو حضرتك لما مسكت رئاسة جمهورية مصر العربية ما كنتش تعرف ان احنا عندنا عدد سكان؟ ما حدش قالك ان احنا عندنا تزايد في عدد السكان وكل فترة بنزيد؟ ما حدش قالك كده؟ طب ما دخلت على الدولة ليه؟ ولما حضرتك، لما حضرتك انت يعني ما عندكش حل، طب مصر ليه تكمل؟ ليه مصر تكمل يعني؟ ليه مصر انك انت عايز فترة تانية وتالتة وعايز الدستور يتغير لك عشان تقعد بالطريقة دي لسنة 2034؟ ليه؟ عشان انتوا جايين، يعني انتوا جايين تحكمونا ولا جايين تربونا اساسا؟ انتوا جايين تحكمونا ولا جايين تربونا؟ انتوا جايين تطلعوا دين الناس؟ جايين تطلعوا دين البشر؟ من فشل لفشل لفشل، وكل فشل ليكم مبررات ليه؟ كل فشل عندكم ما يبرره؟ وكل فشل عندكم الطبالين اللي يطلعوا يرقصوا له؟ طبعا هو مفروض ما يتقالش الكلام ده، ومفروض على الميديا الاعلاميه ما يتقالش الكلام ده، لا الكلام ده هيتقال. وما كانش الكلام ده هيتقال عشان الميديا الاعلاميه عندكم وقفت، لا في ميديا اعلاميه ربنا وفرها، وفر لنا اليوتيوب، ووفر لنا الفيسبوك، وفر لنا اقلام، ووفر لنا انترنت عالمي، ووفر لنا سبل كتيره قوي قوي لنقل كلمتنا وتوصيلها. سيادة الرئيس السيسي ايه اللي حضرتك نجحت فيه؟ حضرتك بنيت مدينة اعلامية ولا مدينة ادارية مش محتاجينها؟ حضرتك بنيت جامع كبير ومنزل الجامع الفاتح الكبير وكاتدرائية مش عايزينها، مش محتاجينهم. حضرتك احنا مش محتاجينهم. حضرتك احنا محتاجين مستشفيات، محتاجين علم، محتاجين نهضة، محتاجين بدل ما بيتصرف على التسليح وبيتصرف على على حاجات كتيرة بالمليارات يتصرف على الغلابة، ده اللي محتاجينه. حضرتك احنا مش شايفين نجاح. وحضرتك احنا لما نسأل نفسنا، هو الدستور اللي اتعمل ده اتعمل ليه؟ دستور جه بعد ثورة اتعمل ليه؟ اتعمل ليه الدستور بعد ثورة؟ حدد الفترة بـ4 سنين، مادة 140 حدد الفترة بـ4 سنين، ممكن تتمد فترة تانية تبقى 8 سنين. وجات المادة 226 قالت لا يجوز تغيير هذه المادة. ليه؟ عشان عايزة، واختارت ليه الـ4 سنين؟ هي عايزة تنقل مصر لمرحلة الدول الناهضة المتقدمة زي بره. كون حضرتك عايز تلغي ده ترجعنا تاني، يبقى انت عايز ترجعنا للوضع القديم. طيب وضع القديم ايه؟ وضع بقى كل رئيس يمسك يلعب في الدستور وكأن ده الدستور، ده الكرافطه يعني بتاعته، يلبسها يخلعها يتنيها يعملها، يعني ايه يعني ايه الدستور يعني؟ وطبعا يعني للاسف الفال مش كويس، كل ما نحاول تغيير الدستور بتحصل كارثه. السادات شوف حاول يعمل يغير ماده الدستور وعشان يفرض لنفسه، شوف حصل له ايه، ما لحقش يكمل. برضه حسني مبارك حاول يغير الدستور عشان ابنه مثلا يفصله على ابنه، شوفوا اللي حصل ايه. فحضرتك يعني عايز تغير الدستور عشان تمسك فيه، طب ليه مش عايز تدي فرصة لاخواتك يترشحوا، تدي فرصة لاخواتك يترشحوا غيرك؟ وليه مش عايزين تبقوا زي الدول الديمقراطية؟ ما هو انت حضرتك لو انت عملت شيء من النجاح وبعدين خلصت فترتك وبسلام روحت بيتكم وجي واحد تاني،
ونجح واخد فترته فترة او اتنين ونجح، وحبيت انت ترشح نفسك تاني والشعب شايف انك انت تستحق الترشيح هيرشحك. لكن دولة فيها التزوير والكذب تتيمة. يعني يطلع لك شخص يقول لك انا مش هترشح لرئاسة الجمهورية عشان ما يتقالش ان القوات المسلحة ليها مقارب، ونفاجئ ان من القوات المسلحة اترشح لرئاسة الجمهورية. يجي نفس الرئيس مثلا بعد ما ترشح يقول لك انا لن افكر في تعديل الدستور، ويبعت العيال الصبيان بتاعه تجري في الشوارع زي بتوع تمرد وغير تمرد وغير والافلام الهابطه ديت عشان تقول لك لا نعمل دستور جديد. وكأن الشعب ده ملطشه، الشعب ده قاعد ملطشه لرئيس النظام. طب قدمت لنا ايه يا عم الحاج من نجاحات؟ ده احنا بننقص ما بنزيدش. حضرتك جيت والبلد نقصت جزيرتين، حضرتك جيت والمرتبات بقت ما تجيبش همها، حضرتك جيت والدولار علي والجنيه المصري بقى في الارض، حضرتك جيت وبقى مستوى الاخلاقيات في مصر في الارض، حضرتك جيت وبقى مستوى الفتنه اعلى ما يكون، حضرتك جيت وبقى الخطف واللي كنا بنسمع عنه مره في السنه دلوقتي بنسمع عن الخطف كل اسبوع وكل اثنين. عملت ايه حضرتك؟ اخدت ايه خطوات ايجابيه احس بيها انا على المستوى العام يعني او الخاص او المستوى الامني او مستوى السلامه او مستوى الرفاهيه للبشر؟ للاسف ما فيش، للاسف ما فيش. اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه. ده اليمين اللي بيحلفه رئيس الجمهوريه. أن أحترم الدستور والقانون، فين احترام الدستور والقانون؟ لما كل واحد أول ما يجي على نهاية مدته عايز يغير القانون عشان يفرد له. ما تتقوا الله، اتقوا الله عشان تعرفوا تعمروا بشيبوبة طاهرة، بشيبوبة عفيفة. أن أحترم الدستور والقانون، أهو الدستور رايح جاي. أن أرعى مصالح الشعب، فين مصالح الشعب إن شاء الله؟ احنا الشعب فقراء قوي 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 قوي، وانا اعمل لكم ايه وانا اجيب لكم منين؟ ده مصالح الشعب. ان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه، ادي جزيرتين طاروا، جزيرتين طاروا، ولو وسعت العمليه حاطين سينا كلها. ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ طبعا الميديا الاعلاميه ما بتسيبش حاجه، الميديا الاعلاميه ما بتسيبش حاجه. يعني يطلع لك الشباب الفرافير، شباب الفرافير اهو لو حبيتوا تقروا يقول لك ايه؟ عايزين نعدل الماده 140 بتاعت الدستور 4 سنين ويتمد نخليها 6 سنين، وده هتفتح فرصه انه يرد نقعد ل 2034 مع الرئيس. يرد عليه يقول له الماده 140 ينتخب الرئيس لمده 4 سنوات ولا يجوز اعاده انتخابه الا لمره واحده. يقول له نشيل الماده 140 خالص. يقول له طيب الماده 226 بتقول لا يجوز تعديل الماده 140. يقول له نشيل الماده 226، نشيل الماده 226. وكأن الدستور ده يعني على ما هو اصل اللي ابتداها السادات. يعني انت لو حضرتوا فيلم السادات، الايام السادات هو قاعد مع اصحابه، واحد اعترض على حاجه من اللي بيعملها الرئيس وكده، هم قاعدين بياكلوا كده، بيقول له بس يا ريس ده ضد الدستور. قال له الدستور ايه؟ اقعد ساكت، الدستور ده ناس بتعمله زي انا وانت. الدستور ده ناس بتعمله زي انا وانت، ده في مصر، ده في مصر. لكن حد يقدر في امريكا يروح ترامب دلوقتي يغير الدستور؟ لا ما يقدرش. ليه؟ عشان بيحترم شعبه. تقدر ميركل ولا ساركوزي ولا واتيفر من الرؤساء يغير الدستور؟ لا. ليه؟ لانه بيحترم شعبه. انت في مصر تقدر تختلف مع الرئيس؟ انا في اوروبا اقدر اختلف مع اي رئيس، وفي امريكا اقدر اختلف مع الرئيس، وينصفني القضاء وممكن ينصرني عليه اذا راى القضاء ان انا صح. انت ممكن تختلف مع رئيس الجمهوريه عادي، يكون جارك وتختلفوا في قضيه وتشتكيه وتكسب القضيه ضده. ده فين؟ ده في اوروبا وامريكا. ليه؟ عشان فيها قانون. لكن في بلادنا احنا مفيش قانون، لانها بلد حاتم مش هيتحاكم. وطالما بلد حاتم مش هيتحاكم تبقى ما هياش دولة، تبقى ما هياش دولة، تبقى نظام عصابة وتحكمها عصابة.
انا يمكن كتبت مقال عندكم على الانترنت زمان على الفكره دي، كتبت فيلم قصه اسمها عصابه فيفا زلاطه، على فيلم فيفا زلاطه، وقلت ان المفروض الشعب هو في نهايته يعني الشعب وابناء الشعب هم اللي يحكموا، ما تكونش الحكومات هي مجموعه عصابات. الواضح دلوقتي ان مصر تحكم عصابات، عصابات، انك انت ما حدش يقدر يقول كلمه يتشال، ما حدش يقدر يكتب حاجه، ما فيش فم يقدر يتكلم، ما فيش مقال يقدر يتكتب، ما فيش مذيع يقدر يطلع يقول كلمه حق، يتسحب تقول اللي احنا عايزين نقوله، احنا عايشين مع عصابه. طب هل مصر اللي هي ذات 7000 سنه حضاره هينجح فيها الحكم ده؟ مصر اللي عدى عليها تاريخ كبير جدا 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 جدا، وصارت ونهضت وضعفت فتره وقويت فتره، هل حكم العصابات ده هيمشي؟ هينجح حكم عصابات؟ ما افتكرش ان حكم عصابه زي كده. نطلع بقى من قصه الدستور اللي هو المفروض ما يتغيرش، ومفروض الكل يحترمه، اول واحد مفروض يحترم الدستور هو رئيس الجمهوريه نفسها، ومفروض هو يكمل مدته بسلام، حاسس انه لو قعد بعد كده وغيره مسك هيتمسك يسيب البلد ويروح بلد تاني ياخد فيها لجوء سياسي، مفيش مشكله يعني. انما حكايه ان احنا نقعد كده هنعمل لكم ايه؟ ما احنا عايزين رئيس يعرف يعمل ايه؟ هيحلها ازاي؟ احنا عايزين رئيس يقول هيحل ازاي؟ مش رئيس يقول ما عنديش برامج، اصل انا ما بعملش دراسات جدوى، ما بعملش دراسات جدوى. يعني رئيس ما بيقول ما بعملش دراسات جدوى، ما عنديش برنامج، طب اعمل لكم ايه؟ طب اسوي ايه؟ طب ازاي يعني؟ ما سهله جدا، اعمل لكم ايه؟ سيب يا عم، سيب حد هيقدر يعمل يا عم، سيب ناس عندها برامج نحاسبها تيجي بالبرنامج ونحاسبها بعد ال4 سنين بعد ال8 سنين. انما انتوا عايزين تسطحوا على قفاها كده وقاعدين وخلاص، والمديونيه بتاعت مصر بتزيد 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 بتزيد، واللي بيدفع ده ولادنا واحفادنا.